السلام عليكم اخواني اعزائي حبايبي، حلقة جديدة من النباتات المنزلية. اليوم موضوعنا شوي جديد ويختلف عن المواضيع السابقة. اليوم عنوان حلقتنا المدمر الصامت. المدمر الصامت، راح تتعجبون شنو العنوان هذا الغريب. هذا المدمر الصامت هو دودة الأرضة. دودة الأرضة، كلنا نعرف الأرضة أو النمل الأبيض. هذا النمل الأبيض يمتاز، يتصل الصدر والبطن سوى، يعني يختلف عن النمل الاعتيادي بدون خصر، يعني صدر وبطنة وصلة واحدة يصير. الشيء الأساسي بهذا النمل يتغذى أساسا على مادة السليلوز، يعني اعتماده الكلي على مادة السليلوز. نشوف احنا بعض الاحيان مثلا عندنا نبقى، عندنا نخله، عندنا تينه، تشوف على غفله تاكلت من جوا، ولهذا يسموه المدمر الصامت، يعني يظل يتغذى على الشجره شويه شويه الى ان ينهيها. هو يتكون على شكل مستعمرات، يتكون عبارة عن على شكل مستعمرات، دائما يبحث عن الأوراق وأخشاب وأقمشة لأن تحتوي على مادة السليلوز نسبة عالية من عنده. أسباب تواجده داخل الدور، لأن ترك المنزل دون إضاءة فترة طويلة وتعرضه للرطوبة، هاي من الأسباب اللي تتواجد بها دودة الأرض. النوبات اكو طريقه نقدر نتخلص من عنده، نخلينا وصله كرتونه ونبللها برطوبه، نخليها من قريبه من مكان تواجدها، فتتجمع الديدان الارض هاي الدود النمل الابيض على الكرتونه ونقدر نحرقها وننتهي من عندها. هاي طريقه يعني نقول قديمه، يعني هسه شويه وهم بعد اسولف لكم على المبيدات الخاصه بهاي النمل الأبيض. مجاميع النمل الأبيض ينقسم إلى عدة أقسام. أول شيء الشغالات هو يعتبر نسبتهن بالنسبة للمستعمرة 97% من الأفراد، 97% من الأفراد تتصف بلونها الباهت وبالعقم وبالعمى. وهي هاي الشغالات مسؤولة عن تغذية كافة أفراد المستعمرة. النوع الثاني هم الجنود، يشكلون عدد الجنود من 1 إلى 3%. هذول مسؤولين عن الحراسة، يتميزون بفكوكهم القوية والمسننة. الصنف الثالث هو الأفراد الجنسية الخصبة والمجنحة. هذول يعني يكون وجودهم أثناء الربيع والخريف، يمتلكون عيون وأجنحة قوية، بعدين يتحولون إلى ملكات وملوك لإنشاء مستعمرة جديدة. المستعمرة تحتوي على ملكة وحدة تعمل على إنتاج البيض وربط أفراد المستعمرة. الشيء الغريب بالملكة تضع 6 بيضات بالدقيقة، 6 بيضات بالدقيقة، والملكة يعيش وياها ملك واحد بس فقط. نجي على المبيدات. المبيدات بالنسبة لدودة الأرض أهم شيء هو إحنا الماشي، يعني عند كل الناس هو الكلوريدين. الكلوريدين مادة فعالة بالقضاء على دودة الأرض، بالإضافة إلى التريمايدور اس سي وهوم ديفاينس ماكس بوينت 2، هذين أيضا مواد مبيدة لمادة الأرض.
اخواني اعزائي، دائما نستخدم الكلوريدين او المبيدات. مثلا اذا بيت بناء جديد نستخدمه بالاساسات حتى لا تتسرب الى باقي اجزاء البيت، وتقدر تستعمله ايضا بالمناطق الزراعيه تقضي عليها وتكافحها، لان الارضه تاثر هوايه، يعني على غفله تشوفها، مثلا تشوفها بالكنتور او هذا اي ماده بها السيلولوز، اذا اخشاب او اقمشه او اوراق او كرتون، هي تستفاد من هاي وتحاول يعني تحاول تستفاد من هاي المواد من خلال تواجدها بهم. وأني ممنون وشكرا جزيلا.